يا نهار اسود يا هاله، ما عنديش حاجه مميزه. امال لو كان عندك كل دي حاجه كاتباها؟ بس جوزي لحد دلوقتي عنده طفوله متاخره. طب ده كلام يتقال برضه؟ وبيقعد يلعب على البي سي بالساعات، ومش بيخلي ابننا يلعب معاه، وبيلعب لعبه كانه طيار بالساعات، وبيقعد يكلم ناس خلايجه. ايه؟ صار اقول لك يا مهنني. وبيسمعهم ويسمعهم بيقولوا يا كابتن. وبايه؟ بيكبس ولا ايه؟ يا استاذه هاله، هل رام عليك اليمين ولا هو مش معاكي؟ ادوله هو المايك نطمن على ده. محمد اسامه على فكره، اعرفك. ايوه هو ما دل... ده الوش اللي محدش عارفه بقى. اديله المايك بس لو سمحتي، انت لو سمحتي بس هتطمن على صاحبي. وبعدين ايه يا اسطى ده؟ ايه يا ريس؟ طب ما بيكلم خلاجه شغل شغل، بيحاول يجيب شغل. انا فاكراه شغل، كل شويه اقول يا فرج الله خلاص هيروح يصور بقى في الخليج، يطلع بيقولوا له يا كابتن عشان اللعبه، ومصدقين نفسهم يعني كباتن خلاص، وبيعملوا بقى زوم ميتنجز وحاجات يعني. الموضوع كباتن ايه؟ كابتن طيارين. طيارين ايه؟ طيارين مدني. بص هو الموضوع كبير ومش هقدر اقوله في الحفله الصراحه، لان محتاج شرح كبير قوي. لا يا عم، لا لا، ده عرفته في الشغل. فرضوا رحنا تصوير، قال لي بلطج، او قال لي عنكب شد وركب. اديها يا مايك. طيب ايوه، ايه الموضوع يا استاذه هاله؟ ما اعرفش، هو بياخد الموضوع على محمل الجد جدا، موضوع اللعب ده بالساعات. يعني ممكن يبقى في تصوير مثلا 20 ساعه، لا انا لازم اطلع اقعد على البي سي شويه قبل ما انام. 20 ساعه التصوير، كان البي سي ده هيهرب مننا بكره. مش انتوا تقعدوا تاخروا علينا الصور؟ والله ما فيش وقت، زقوا الديدلاين. اكو عرب بالطياره، اكو عرب. ماشي.